السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي غادي في الطريق وحسيتي بالفولة كترعد لك في اليد ديالك ولا كتسمعتي صوت، فغديت بلاصتي باش تراقب الحالة الميكانيكية ديال السيارة ديالك. تابع معايا الفيديو باش تتعرف على الأسباب ديال الترعيدة أو الصوت اللي كتسمع وانت غادي ملي كتفوت 30 40 50 60، تتبدا الفولة تلعب لك في يدك بزاف. فتيكون هنا عدة عوامل، اللي منها أسباب ديال الترعاد هو ديريكسيون، اما عندك مشكل في الشاب او في الكليمايير، او بزاف ديال الاسباب اللي كتجعل الترعيد هذه كتكون. فمن بين واحد هنا كتقلب بانه كتسمع واحد الصوت ديال الترطاق لتحت في السياره ديالك، يعني خاصك الفحص التقني ديال الميكانيك هو اللي غادي يحدد لك السبب والعطل فين كاين. زهر رخصة يحلاش نزير هادشي. التي تحول الحركة الدورانية لعجلة القيادة إلى حركة أفقية لتوصيلها إلى أدرعة مفصلة الديركسيون التي توصل الحركة للعجلات. أما عن أسباب تلك الديركسيون وطريقة الفحص وحل المشكلة فهي